بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فن التطريز اليدوي، ولسه مكملين مع بعض اشكال الغرز. والنهاردة هنتعرف على غرزة ضلع السمكة، ودي بنستعملها لأوراق الشجر اكتر حاجة، فهي ليها كذا طريقة للتنفيذ. هنتعلم او هنتعرف على طريقتين، ودول اللي هنكتفي بيهم كمبتدئة، مش محتاجة تعرفي أكتر من الطريقتين دول، لكن طبعا في طرق تانية مختلفة وفي أشكال كمان تانية لضلع السمكة، لكن في الآخر بتكون النتيجة النهائية واحدة. فنتعرف بقى على طريقة التكوين. فدلوقتي هنشوف طرق التشكيل المختلفة. فالأكتر استعمال وأكتر الناس بتعرف الطريقة ديت، بندخل كده بالخيط في المنتصف وبناخد المسافة بالشكل ده، وبعد كده هندخل عند بداية ورقة الشجر هنا، سواء بدأنا بقى من اليمين من هنا أو من الشمال النتيجة واحدة مش هتفرق. لكن هنا عند البداية هاخد المسافة اللي هبدأ عندها، يعني أنا بدأت هنا، هاخد النقطة الموازية ليها في الجزء ده، وهدخل بالإبرة. هنا أنا بدأت عند الشمال، فهروح عند يمين الخط ده وهدخل كده بالإبرة هنا، وبعد كده على نفس الخط الموازي للجزء ده، يعني هنا هبدأ الجزء التاني لورقة الشجر. وهنا من الشمال كنت دخلت في اليمين، فهيبقى هنا من اليمين هدخل في الشمال بالشكل ده، وبعد كده هنزل نقطة واحدة، يعني هيبقى جنب الخط اللي انا بدأته هنا، وهنا هيبقى جنب الخط بعده على طول. انا هنا في الشمال فهروح لليمين، وهنا من اليمين بالشكل ده هروح للشمال، وهشتغل كده بالتبادل لحد ما اخلص الورقة كلها. بنفس الطريقة طبعا ناخد بالنا من الفراغات، الا اذا لو حابة ادخل الوان تانية فممكن اسيب فراغ بسيط بين كل غرزة والتانية عشان اسمح بمرور اللون التاني، لكن في الغالب غرزة ضلع السمكة بنستعمل لها لون واحد.
هنا انا وصلت لل الخيط اللي كنت شغالة بيه، فعادي هشتغل فوقيه كده وهكمل. يبقى انا كده بشتغل من اليمين بروح للشمال بالشكل ده، وبعد كده من الشمال بروح لليمين، انا كده اهو مكمله فوق الخيط اللي بدأت بيه، ما فيهاش اي مشكله خالص. هنا كده خلاص اهو وصلت للنهاية، فهقفل بقى الورقة. هنا ممكن اشتغل خط على طول مستقيم، وممكن اشتغل بجرزة الفرع، وكمان ممكن اشتغل بجرزة الباك ستيدج، فأي غرزة شايفاها مناسبة ليا ممكن اشتغل بيها. هنا انا يهمني بس نعرف طريقة تكوين الورقة، فهكتفي بالخط ده كده. دي الطريقة الاولى لتكوينها، فنشوف مع بعض بقى الطريقة التانية. وهنا بقى كده بالنسبة للطريقة التانية، نفس الورقة هنشتغل من المنتصف، لكن هنا انا واخدة المسافة اقصر، فهتبقى كده. هنا هدخل عند البداية من اليمين، وهنزل هنا في المنتصف، وبعد كده هروح هنا للشمال، وكمان هنزل في المنتصف هنا. فكده هشتغل بالتبادل، مرة هنزل في اليمين ومرة هنزل في الشمال، ونقطة التقاء النقطتين هيبقوا في المنتصف بالظبط هنا. فكده هكمل بنفس الطريقة. وهنا كده خلاص نكون خلصنا. فسواء كانت الطريقة دي او الطريقة دي الاتنين صح، وكمان في طرق تانية لضلع السمكة، لكن دولت الاكتر استعمال. هنا نلاحظ الفرق ما بين الاتنين، دي فيها نتوء بسيط يعني ارتفاع كده شوية على القماش، لكن هنا مسطحة.
الغرزتين طبعا الاتنين نفس الشكل في النتيجة النهائية، الشكل من ورا بيختلف. دي اللي هي اللي كانت الأولى اللي اشتغلناها في الأول، ودي اللي اشتغلناها في التاني. فأتمنى أنها تكون بسيطة وسهلة، وأشوفكم مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.